ينضم معي عبر الهاتف الدكتور شاهر الشهري، المدير التنفيذي لمركز طب الأسرة والمجتمع وأيضا المشرف على مركز لقاحات كوفيد 19 في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام. دكتور شاهر مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. مساء النور، حياكم الله. 100% دكتور، نسبة تحصين عمل جبار تشكرون عليه، كيف وصلت الجامعة لهذا الرقم؟ لا الحمد نسبة 100% لتغطية جميع الطلاب بجرعتين كوفيد المطلوبة لهم، وحقيقة هذه كانت تمت بدعم من معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الله محمد الغبيش، حيث كان هناك عمل دؤوب وتخطيط ما قبل بداية الدراسة اشترك فيه عدد من الجهات داخل الجامعة، منها عمادة تقنية المعلومات وعمادة القبول والتسجيل وعمادة تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى مركز التطعيمات، بحيث تم وضع قوائم كاملة لأعضاء الطلاب وأعضاء التدريس وغيرهم، وتمت المتابعة الدؤوبة بوسائل مختلفة، منها بمراسلات خلال الإيميلات والتواصل من خلال رسائل الاسمس وغيرها، والمتابعة من خلال مركز الاتصالات الموجود بالمركز، وكنا بصفة يومية نتابع الإحصائيات والأرقام والتغير، ونحصر أولئك الذين لا يستطيعون الحضور بطريقة أخرى ويتابعون، حتى وصلنا لله الحمد إلى هذه النسبة. نعم، نسبة 100% هي للطلاب، ماذا عن أعضاء هيئة التدريس؟ هل وصلوا إلى 100% أيضا؟ ولله الحمد الجامعة ككل، أعطيك الرقم كاملا. نعم، احنا وصلنا في الجامعة إلى رقم 99.87% نسبة تغطية للجامعة. المتبقي حقيقة أعداد قليلة، بعض منها هم من أعضاء هيئة التدريس وموظفين ممن هم لا زالوا في إجازاتهم خارج المملكة، ولا في الغالبية التامة كبرى وصلت تماما في الجامعة. إذن كل من هو في المملكة بالنسبة للجامعة مطعم 100%. الحمد لله. ما هي البرامج التي قدمتها الجامعة لتساعد الطلاب على زيادة نسبة التحصين؟ طبعا كما ذكرت لك كان في عدة جوانب، أولا الجانب التوعوي والذي حظي حقيقة بمتابعة دؤوبة من خلال الشبكات الاجتماعية والتواصلات التي قامت بها إدارة علاقة عامة مشكورة، أيضا عمادة القبول والتسجيل، لأن العمادة المسؤولة عن الطلاب وعن قوائمهم كانت تتابع معنا بصفة دؤوبة أولئك المحصنين، دعمنا في ذلك برنامج توكلنا تعليم، حيث أن النسب تظهر فيه لكل كلية والكل كان في عدد تغطية. نعم. فبهذه الشبكة مع تقنية المعلومات مع بقية الجهات كانت شبكة دؤوبة تعمل على مدار الساعة في قضية المتابعة وإيجاد أولئك الذين لم يستطيعوا لسبب أو آخر، حتى قد نجد بعضهم يكون مسافر أو خارج المنطقة، فندعمه بالاتصال بحيث أنه يذهب إلى أقرب مركز تطعيم هناك ويقوم بالتطعيم، ولذلك الحمد لله وصلنا بصفة سريعة إلى هذه النسبة. نعم دكتور شاهر، بالنسبة الهيئات هيئة أعضاء التدريس وغيرها تطعموا 100%. دكتور شاهر، أيضا بالنسبة للاستغناء عن التعليم عن بعد، هل ممكن أن يتم الاستغناء عن بعد بما أنه الجميع تطعم ب 100%؟ طبعا هذه التوجيهات الموجودة، والحمد لله الجامعة عملت على العودة الحضورية، وكان أيضا هناك بعض البرامج الداعمة للاكتشاف المبكر لخروج أي حالات، فلدى الجامعة برنامج الكتروني يصمم لهذه القضية، بحيث أنه لو حدث هناك وجود حالة مشتبهة أو مخالطين ترفع مباشرة من خلال الكلية أو الإدارة، وتواصل مباشرة مع القطاع الصحي عندنا بحيث أنه يعاين هذه الحالة ويعطي التعليمات مباشرة لها، والله الحمد أنه لم يكن هناك أي حالات حتى هذه اللحظة. إذا لم تسجل أي حالات إصابة منذ انطلاق العام الدراسي؟ الحمد لله إلى هذه اللحظة لم يسجل حالة، ومع ذلك هناك الاحتياطات الموجودة من قضية التباعد، من قضية الالتزام بكل التعليمات، والإضافة أيضا حتى الرصد والمتابعة بطريقة سريعة وآنية من خلال برنامج رقم يصمم لهذه القضية داخل الجامعة. نعم دكتور شاهر الشهري، المدير التنفيذي لمركز طب الأسرة والمجتمع، شكرا جزيلا لك.